السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، نكمل معكم في مادة مبادئ الإحصاء. وصلنا معكم في نهاية المحاضرة الماضية للينير ترانسفورميشن. اتعرفنا كيف يكون عندي إكس بار ويتأثر بضرب أو بجمع، تعلمنا كيف يكون عندي فيريانس كيف بتأثر بالضرب والجمع، تعلمنا كيف نتعامل معها إذا أعطاني المعادلة كيف أتعامل معها في الامتحان، تمام؟ وحلينا عليها أمثلة بسيطة. طيب، وفي منها زي ما حكينا أسئلة مهمة كثير لازم ننتبه لها لأنها بتيجي في الامتحان والطلاب بتنعجك فيها، وهي فكرتها جدا بسيطة، تمام؟ طيب، اليوم نكمل معاكم في الجرافيكال ريبريزنتيشن أو الداتا ريبريزنتيشن اللي هو طرق عرض البيانات، تمام؟ الآن احنا كنا متعلمين لما يكون معي مثلا أرقام أجي أحطها مثلا إما في رو داتا، إما في ستيم أند ليف، إما في مثلا جروب فريكونسي ديستريبيوشن، فريكونسي ديستريبيوشن، تمام؟ هاي الأربع طرق اللي أخذناها. الآن شو المقصود بالجرافيكال ريبريزنتيشن؟ مقصود فيها تجيب لي هاي البيانات تحط لي إياها على الأشكال. كيف يعني على الأشكال؟ بدل ما تيجي تحط لي والله مثلا جدول وتحط لي فيه انترفال أو فريكونسي، تمام؟ لا، هو بيقول لك مثلا لو جبت لي شكل زي هيك تقعد مثلا ترسم لي زي هيك، ترسم لي زي هيك، اللي هن إذا بتتذكروا حكينا عنهم بداية الفصل أو بداية المادة، وحكينا راح تفهموهم لقدام، هي أجا وقت كيف نفهمهم، تمام؟ طبعا ركز معي، أمورهم جدا 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 بسيطة، ودكاترة يعني بالعادة أسئلتهم تكون مباشرة وميسرة، تمام؟ أول شغلة بدنا ناخذها اللي هي البوكس أند ويسكرز، تمام؟ شو قصتها هاي؟ هاي بقول لك في عندنا خمس قيم، هاي مختصة يعني هاي الرسمة أو هذا الجرافيك مختص بخمس قيم. ايش هي هذه القيم؟ اللي هو المينيمم فاليو لكيو 1 اللي هي تمثل بيرسنتايل 25، بعدين بيجي عندك لكيو 2، بعدين بيجي عندك لكيو 3. طبعا شو مقصود بالكيو زي ما حكينا؟ كوارتايل، تمام؟ طيب اخر شغله اللي هي الماكس. هذا البوكس اند ويسكرز معني بايش؟ بيجي بقول لك مثلا برسم لك انا زي خط اعداد، بيجي مثلا بحط لك انا خمسه او اثنين، بيجي بحط لك مثلا هنا سبعة، هنا بحط لك تسعة، هنا بحط لك 12، هنا بحط لك 3 و20، تمام؟ شو بسوي لك؟ بيجي بحط لك خط هنا، بيجي هان أول ما يوصل عند الـ Q1 بحط لك صندوق، بعدين لحد الـ Q3 بسكره، بعدين بكمل لحد الـ Maximum Value بسكر لك الصندوق. هاي هي من هنا تفكير بوكس أند ويسكرز، تمام؟ بيفصل لك يا عند الـ Q2، تمام؟ إذا نتطلع نواجه مع بعض بشكل سريع، هاي القيمة شو تمثل؟ مينيمم فاليو اوف اول فاليو، تمام؟ السبعة تمثل الكيو 1 الكوارتال الأول، التسعة تمثل الكيو 2 اللي هي منتصف المواد منتصف البيانات اللي هي زي ما حكينا تمثل N على 2 إذا تتذكروا، طبعا نراجع إنه إذا كانت فراكشن إذا كانت مش فراكشن. طيب 12 شو تمثل؟ الكوارتال الثالث، ال 23 تمثل الماكسيمم فاليو اوف اول فاليو، تمام؟ طيب كيف ممكن يسألني أنا في الامتحان؟ بيجي بيحكي لك مثلا بعطيك إياها زي هيك، بيجي بيحكي لك مثلا والله زي هيك find i q r، بيجي طالب بتطلع وين الماكسيمم وين المينيمم، كيف بدي أعرف؟ أنت لازم تكون عارف لحالك، تمام؟ مباشرة أنت أصلا يعني الأصل حفظتهم إنه هاي اثنين بتحط أنت لحالك مثلا هاي من هاي الكيو 1، طالب بيجي بيحكي لك بديش أحط، عادي أنت حط، المهم يطلع لي الجواب، تمام؟ هاي الكيو 2 هاي الكيو 3 هاي الماكس، تمام؟ الان شو بيحكي لك؟ اي كيو 1 مباشره شو تساوي؟ كيو 3 ناقص كيو 1 مباشره تساوي 5، تمام؟ اموره بسيطه وسهله. طيب ممكن يجي يسالني والله يحكي لي مثلا ارسم لي بوكس اند ويسكرز؟ اكيد لا، ليش؟ لان السؤال ما دايره بالامتحان بيجي، تمام؟ هسا ممكن شو يلعب لك بالسؤال؟ يجي يعطيك قيم زي هيك ويجي يحكي لك افضل جرافيك ريبريزنتيشن او جرافيكال ريبريزنتيشن if we use box and whisker method for this value is، يجي يحط لك مثلا هيك مثلا a b c d، يجي يحط لك نفس الشكل هذا، بس يسوي بدل السبعه يروح يحط لك سالب 2. هذا غلط، ليش؟ مستحيل الكيو 1 تكون اقل من المينيمم فاليو لانه هي اسمها مينيمم، هي اسمها اصغر قيمه، تمام؟ ممكن مثلا شو يسوي؟ يجي يحط لك مثلا الاثنين هاي الاثنين، يجي يحط لك اياها سبعة وانا يحط لك اياها اثنين مثلا زي هيك، بيجي بحط لك مثلا انه ولا واحدة من الخيارات او A and B مثلا، بيجي بحط لك هيك خيار هاي اثنين وهاي تسعة مثلا، هاي طبعا غلط، ليش؟ لانه مستحيل كيو 1 تطلع تساوي كيو 2، تمام؟ يجي يحط لك مثلا ثمانية، تمام؟
فشو بيطلع الجواب؟ بيطلع مثلا A and C is correct. زي هيك ممكن يلعبك اما يجي يحكي لك ارسم انت اصلا يعني سؤالك بقى دائره فبس تختار الخيار وبتقول له مع السلامه تمام. طيب نشوف المثال اللي بعده. المثال اللي بعده معطيك نفس الرسمه هاي ما راح امسحها تمام. شو بيحكي لك؟ بيقول لك هاو ماني ستودنت هاف ا ماركس. طبعا خلينا بس نحط القيم لانها مش نفس القيم تمام. شوف شو القيم. حاط لك هذا واحد عند Q1 مباشرة قديش؟ حط لك اثنين. عند Q2 ثلاث انتبهوا. عند Q3 حط لك ستة. والماكسيمم فاليو قديش؟ ثمانية. شو بيحكي لك؟ بقول لك how many students have a mark more than ستة. بس حط لك ملاحظة صغيرة فوق شايفها؟ بقول لك في عندي أنا 40 student. تمام؟ معطيك هي الرسمة، معطيك إنه عدد الطلاب 40، بقول لك كم عدد الطلاب اللي علاماتهم اكبر من 6؟ بيجي طالب بصفن 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 بصفن، شو القانون؟ متعود على القوانين تمام؟ طب بقول له ببساطه يا زلمه، الست شو تمثل هي؟ مش تمثل كيو 3 صح؟ يعني في تحتيها قديش؟ 75% من البيانات، في فوقيها قديش؟ 25% من البيانات، تمام؟ طيب، يعني هاي هو بقول لك بسألك هذه المنطقه هاي، كم طالب فيها من ال 40؟ اللي هي هاي المنطقه صح؟ تمام؟ هاي المنطقة شو تمثل؟ 25% من البيانات. ليش؟ هاي 25 هاي 75 لانها كيو 3 تمام؟ طب هسه بيجي طالب بيحكي لي مثلا افرض كان فيها انا 7 راح يعطيك انه 7 تمثل برسنتايل قديش تمام؟ مستحيل يجي يحيرك والله يحكي لك هاي 7 ما بعرف شو برسنتايلها، مستحيل يجي يحيرك زي هيك تمام؟ ف 25% من البيانات من ال 40 شو بسوي؟ ببساطة 25% هي ربع صح؟ بضربها بال 40 ربع ضرب 40 10، معناته كم عدد الطلاب اللي فوق علاماتهم فوق الستة؟ 10 طلاب، فممكن شايفين كيف الأفكار؟ بسيطة برضه يعني الأفكار مش صعبة، بس أنا عارف إنه هاي كيو 3 فبستغل إنها 75% تحت أو 25% فوقها، ممكن يحكي لك مثلا والله عدد الطلاب اللي علاماتهم أقل من ستة، شو بسوي؟ 75% اللي هي 3 بتصير على 4 ضرب 40 بيطلعوا قديش؟ أكيد 30، ليش؟ لأنه 10 فوق الستة، أكيد 30 تحت الستة، تمام؟ طيب طيب نكمل بالطريقة الثانية اللي معطيني إياها. الطريقة الثانية اللي هي الهيستوغرام أو البوليجون تمام؟ يعني يا هيستوغرام يا بوليجون لأنه عبارة عن شكلين منفصلين تمام؟ شو بتحكي لك هاي؟ بقول لك مثلا إذا كان عندك أنت جروب فريكونسي ديستريبيوشن فيه انترفلز من مثلا 0 ل 4 5 ل 9 اللي هو الجدول اللي احنا حافظينه تكملته تمام؟ خلينا نكمل يعني من 10 ل 14 بعدين من 15 ل 19 والفريكونسي احفظناها يعني هي اللي مستخدمة دائما 3 8 7 2 ومجموع الفريكونسي يساوي 20. فقرة الصف ان شاء الله ما راح تشتغل عندنا هاي. ليش؟ لانه امور بسيطة جدا. هسه بنشوف شوف شو بيحكي لك. بيقول لك هذا الجروب فريكونسي ديستريبيوشن بدي ابثه على رسم ديكارتي. ها هي رسم ديكارتي تمام. بس قبل ما ترسم على رسم ديكارتي شوف شو بيحكي لك. بيقول لك انه هذا رسم ديكارتي في له محور صادي في له محور سيلي. بيقول لك قبل ما ترسمه حط لي المحور الصادي صح حط لي المحور السيلي صح تمام. طيب المحور الصادي شو بدي احط عليه؟ انا بدي احط لك عليه الفريكونسي تمام. طيب محور السيلي شو بدي احط عليه؟ احط انترفلز؟ لا بدي احط عليه شيء بنسميه يو ار بي. بيجي طالب صافي بيقول يلا شيء جديد؟ لا طبعا مش شيء جديد اللي هو اللي بنسميه ابر ريال باوندريز الحد العلوي للفترات. طيب كيف كنا نجيبه؟ قلنا اذا مثلا كان عندي بين اعلى حد واقل حد واحد حيكون نص تمام. هو في الغالب بيكون زي كيف يعني اعلى حد عندي هنا 4 اقل حد هنا عندي 5 كم في الفرق بيناتهم؟ واحد تمام. فانا قديش حضيف انا نص دائما هيك. طيب اذا بيجي طالب بيقول لي مثلا اذا لعبوا علي بالامتحان ما جابوا زي ببساطه في عندك قانون صغير شو بيحكي له؟ انه الابر ريال باوندريز عباره عن اللور بالفتره ايش؟ الثانيه ناقص الابر بالفتره الاولى على 2. انا قديش اللور؟ 5 ناقص 4 1 على 2 نص. فعشان هيك احنا بنضيف نص او بنطرح نص تمام. مثلا كانت هي 6 6 ناقص 4 2 2 على 2 1 تمام. انا بتصير الابر ريال باوندريز هنا 5 وهنا اللور ريال باوندريز قديش حتكون؟ 5 تمام. طيب هنا اليو ار بي هنا قديش؟ 4 ونص هون 9 ونص هون 14 ونص هون 19 ونص. بتمنى يعني انه امورها تكون واضحه وهذا الابر ريال باوندريز يعني هذا القانون
اذا الدكاتره يعني لعبوا عليكم، هو بالعاده بيجي الفرق بيناتهم واحد، عشان هيك الدكاتره تحكي لك ضيف نص دائما. تمام؟ طبعا انت يعني اذا بدك العلامه الكامله جيبها 100 في الماده، لا نصيحة تتعامل مع الماده زي عادي عادي يعني، هذا بعينيك تقدر تتاكد منه. والله تحكي لي مثلا 5 ناقص 4 1 2 ونص بعينيك وعلى السريع، مش شرط كل شيء تكتبه وغالي حاسبه وتعمله زي هيك. تمام؟ هاي الفكره بس عشان التوضيح، ممكن طالب مثلا ما يفهم علي من الحكي فبنوضح له من خلال اللوح. تمام؟ شوف شو بحكي لك، بقول لك انا الفتره هاي من وين بتبلش؟ بيجي طالب برضه مصر يعني، بيجي بقول يلا بلش من الصفر. طب اذا من الصفر هل هي لور ريال باوندريز؟ اللي هو ال ار بي؟ لا. تمام؟ طبعا هذا ليش انا بحكي لك عن لور ريال باوندريز وانا حاط لك ابر ريال باوندريز؟ لانه هذا اللور ريال باوندريز هي ابر ريال باوندريز للفتره اللي قبلها. تمام؟ يعني هذا مثلا لو حطينا فتره من سالب 4 ل سالب 1. تمام؟ هذا الابر ريال باوندريز هذا قديش؟ يلا 0 ناقص الناقص 1 1 على 2 2 نص، يعني سالب 1 زائد نص سالب نص، معناته راح ابلش من وين انا؟ من هنا سالب نص. طب لوين؟ لحد 4 ونص. من 4 ونص لحد 9 ونص. بعد ال 9 ونص 14 ونص. بعد ال 14 ونص راح اوقف وين؟ عند ال 19 ونص. شو بدي اسوي؟ شوف محور الصادات للفريكونسي، دائما محور الصادات اللي هو اللي بتطلع فيه. تمام؟ من سالب نص ل 4 ونص في الهيستوجرام شو بسوي؟ تكرارهم قديش؟ 3. هي الثلاث. تمام؟ هي هيك. تمام؟ هاي اول شغله بدي اسويها. الان من 4 ونص ل 9 ونص اللي هي هاي الفتره تكرارها 80، مثلا هي 8. تمام؟ شو بدنا نسوي هيك؟ هيك. تمام؟ هذا هو الهيستوجرام ببساطه يعني. 14 ونص 7، اقل من 8 بشوي باجي هنا. هيك هيك. ال 19 ونص تكرارهم 2، اقل من الثلاث باجي هنا. هيك هيك. طب بطلب مني في الامتحان اوصل قلنا لك لا. تمام؟ هذا الفكره بس عشان يعني تعرف انه انتبه، هاي اللي تحت هي عباره عن ابر ريال باوندريز، دير بالك. هاي شغله ثانيه اللي هو المحور الصاد اللي فريكونسي ممكن يخفي لك اياها الطالب اللي ما بيعرف او اللي مش حافظ راح يضيع. هاي شغلات لازم تنتبه لها. الان شو البوليجون؟ البوليجون بيقول لك بس انه امسك هاي نهايات الفترات وصلها مع اعلى فريكونسي لها. هاي اعلى فريكونسي لها قديش؟ هاي الثلاث. تمام؟ طيب هاي اعلى فريكونسي لها قديش؟ بلش من عندها. اعلى فريكونسي لها عند الثمانيه. تمام؟ طيب اعلى فريكونسي عندها عند السبعه، هاي اعلى فريكونسي عند الاثنين. اذا هذا الشكل، هيا نرسم بالاسود، هذا الشكل المستطيلات هذا بسميه ايش؟ هيستو الجرام. طيب هذا الشكل بسميه بوليجون. طيب ليش هم حاطينه مع بعض؟ ليش هم حاطينه مع بعض؟ ببساطه بس عشان افرجيك انه هو نفس الطريقه يعني، نفس الاليه. بدل ما اشرح لك هيستوجرام لحال وبعدين ارد امسح واحط لك بوليجون لحال، نفس الفكره ونفس النمط، فريكونسي وابر ريال باوندريز وبس. هذا بالنسبه للهيستوجرام والبوليجون. اخر شغله بدنا نعطيكم اياها اليوم اللي هو السي اف كيرف. شو هذا السي اف كيرف؟ شيء يعني بنعرفه برضه مرق علينا، هو كل الاشكال هاي الاصل مرقت علينا في بدايه الشابتر. شو هذا السي اف كيرف؟ اللي هو كوميونيتيف فريكونسي كيرف، اللي هو كهف او اللي هو الكهف اللي بيمثل المعدل التراكمي او التكرار التراكمي، اللي هو الكوميونيتيف فريكونسي اللي هو اخذناه في الجروب دي فريكونسي ديستريبيوشن لما كنا نحسب الاكس بار. تمام؟ طيب سي اف كيرف هذا شو بحكي لك؟ بيقول لك انه عندي محور صالي وعندي محور سيني. على المحور الصالي شو بدي احط؟ بدي احط كيو 1 على المحور السيني، عفوا بدي احط الكيو 2، بدي احط الكيو 3، بدي احط مثلا بيرسنتال 80، حط لك بالمثال. تمام؟ طلع لا لحظه لي الان الكيو 1 شو تمثل بالمحور الصالي؟ الكيو 1 تمثل اللي هي القيم على 4. طيب الكيو 2 تمثل القيم على 2. الكيو 3 تمثل القيم على 4 بس مضروبه 3. طيب بيرسنتال 80 اللي هو 80 على 100 في القيم، من القيم. تمام؟ اللي هو طبعا 0.8 من القيم. تمام؟ هو بيقول لك شايف هاي القيم لما تجيبها، طبعا هذا ايش؟ هذا بسموه سي اف كوميونيتي فريكونسي، وهذا ايش بسموه؟ الريال باوندريز. تمام؟ بيقول لك وصل لي من الصفر، وصل لي مع بعض
لاحظ انه حيطلع معك كيرف ممتد، تمام؟ هذا هو السي اف كيرف. هذا شو قصته؟ شو ممكن يسالك عنه؟ ممكن يجي يحكي لك مثلا يخفي لك هاي الكيو 1 يجي يحط لك بدالها مثلا 15، يجي يقول لك كم عدد القيم؟ يجي طالب بوصفه من وين بدي اجيبها؟ مش ال 15 نفسها عندنا على الارض، ممكن هاي يخفي لك اياها كمان، يحط لك بس هيك خلص 15 مش تساوي ان على 4 معناته عدد القيم قديش؟ 60، تمام؟ هذا هو اللي ممكن يسالك عنه واللي ممكن يتلاعب لك فيه. طيب نكمل معكم بالشكل الثالث اللي بدنا نحكي عنه اللي هو الشكل اسمه سي اف كيرف. هذا الشكل مارق علينا، طبعا مارق علينا، اللي هو كميونيتي فريكونسي كيرف. ايش بحكي لك هذا الشكل؟ بقول لك هاي في عندنا محور صادات محور سيناء، تمام؟ اجينا شو بدنا نحط؟ كالعاده سالب نص 4.5 9.5 مباشرة. شو معناته المحور السيني؟ ممتاز. أبر ريال باوندريز. طب شو المحور الصادي؟ كما في العادة يعني فريكونسي، هذا حيكون في يعني في العادة، تمام؟ 9.5 14.5 19.5. شوف شو معطيك في المثال الثاني مش المثال الأول، معطيك ايش؟ الكوميونيتي فريكونسي، معطيك الأبر ريال باوندريز إلها، تمام؟ معطيك الكوميونيتي فريكونسي للفترة من سالب نص و 4.5، قديش؟ بحط عندي 4.5 اللي طبعا هنا فيش عندي قيم كان فصفر، عندي 4.5 3 هاي الثلاث، عندي 9.5 11 هاي ال 11، عندي 14.5 حتكون تحت مستحيل. ليه؟ لانه كميونيتي فريكونسي بيعبر عن عدد القيم اللي قبل هذا العدد او اللي قبل هاي الفتره كميونيتي فريكونسي زائد الموجوده في هاي الفتره، تمام؟ هذا هو الكميونيتي فريكونسي للليتنسي. معناته 14.5 ما راح تكون الفريكونسي لها تحت مستحيل، حيكون وين الفريكونسي الكميونيتي فريكونسي لها؟ لفوق، معناته حيكون قديش؟ اللي هو زي ما قلنا 18 19.5 20. شو بقول لك؟ وصل بيناتهم. طبعا وصلتي حتطلع غريبه شوي، مش مشكله. تمام؟ طيب هذا شو بنسميه الشكل؟ هذا بنسميه سي اف كيرف الكميونيتي فريكونسي كيرف. بيجي مثلا طبعا هذا ال 4.5 3 ال 9.5 نحكي تقريبا 11 زي ما هو معطيني بالفريكونسي، تمام؟ بيجي الطالب شو بسوي؟ باجي بساله بقول له مثلا كم الفريكونسي للفتره بين ال 9.5 وال 14.5؟ شو بيروح يسوي؟ بيروح بتطلع او عفوا بين ال 4.5 وال 9.5 بروح بمسك 4.5 9.5 بروح بتطلع عليه بلقاه 11، بروح الخيارات بلاقي 11 بروح بحط عليها دائره، طبعا جوابه غلط. ليه؟ لانه هذا ايش اسمه المنحى؟ كمليتي الفريكونسي كيرف. شو يعني؟ يعني هاي القيمة لا تمثل الفريكونسي، هذه تمثل الكوميونيتي فريكونسي، تمام؟ فشو بدي اسوي؟ 11 بطرح من الثلاث 8، حتلاقي الثمانية بالخيارات حتكون هي الخيار الصحيح، تمام؟ بهيك راح نكون انهينا معكم محاضرة اليوم، بتمنى تكون محاضرة شيقة ومحاضرة جميلة، هاي الأشكال صدقا سهلة سهلة كثير، والدكاترة يعني إذا بدها تلعب فيها بس تلعب بالشغلات اللي راجعناها ودققناها. بتمنى اني اكون ما قصرت معكم ووصلت لكم المعلومه زي ما بدكم اياها وزياده، وفعلكم الان ان شاء الله، ويعطيكم الف 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 عافيه.